وقد سافرنا على هذه الطريق سوية. أريد أن أشكر أيضا شركائنا الدوليين ولا سيما السكرتير التنفيذي لتريبل سي باتريشيا إسبانوزا وكذلك سيغوني رويال من فرنسا والرئيس الآتي الوزير صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب. وأريد أن أشكر كذلك شركائنا من فيجي الذي سيقومون بترأس المؤتمر المناخي التالي، وأتأمل أن أحضر كمواطن عادي. يسرني أن أكون معكم هنا في مراكش. أتذكر بشخصية من أكبر شخصيات القرن العشرين والذي كان لديه ارتباط معروف بهذه المدينة، السير وينستون تشرشل. لقد كان مولعا برسم المناظر الطبيعية هنا واستيعاب الجمال والثقافة. وفي الواقع في ذروة الحرب العالمية الثانية عندما اجتمع هو والرئيس فرانكلين روزفلت وقادة التحالف في الدار البيضاء لوضع استراتيجية للمسرح الأوروبي، صعق عين عرف أن روزفلت لم يأتي إلى هذا الجزء من المغرب قط. وفي حركة لعل بإمكان فقط وينستون تشرشل أن يقوم بها في خضم الحرب، أقنع روزفلت بتمديد زيارته والتجول في البلاد التي كانت في خضم القتال. وبعد ساعات قضاها في التجول، ونحن هنا نتحدث عن وينستون تشرشل وتناول الكثير من الويسكي، وصل القائدان إلى مراكش في وقت الغروب على جبال الأطرس. وقال تشرشل أنه كان أجمل منظر على الأرض. لذا أعتقد أنه من الملائم بعد مضي 3-4 عقدا أن يجتمع الأصدقاء والحلفاء هنا في مراكش للدخول في نقاش هام جدا حول العالم الطبيعي الذي يحيط بنا وأهمية الحفاظ عليه للأجيال القادمة. كما ذكر جوناثان، التغير المناخي هو أمر شخصي جدا وعزيز على قلبي، وهو عزيز على قلب الكثيرين من هنا هو موجود هنا في الغرفة. ومن الواضح أنه يجب أن يكون أمرا شخصيا لكل شخص في هذه الغرفة، كذلك النساء والأطفال ورجال الأعمال والطلاب والأساتذة والأجداد. أينما نعيش ومهما كان هدفنا ومهما كانت خلفيتنا، هذا هو أمر ضروري. أعرف وأدرك خطر الوعظ للجوقة الموسيقية، ومن الواضح أننا جميعنا هنا جوقة ضمنية، ولكني ممتن أيضا لذلك لأن هنا في مؤتمر المناخ 22 لا يمكن لأحد أن ينكر التقدم الرائع الذي أحدثناه، وهو تقدم كان من الصعب تخيله قبل عدة سنوات. المجتمع الدولي الآن أكثر توحدا من أي وقت مضى، ليس فقط في قبول التحدي بل مواجهته أيضا بالأعمال الحقيقية لإحداث فارق. لا أحد منا يجب عليه أن يشك غالبية المواطنين الأمريكيين الذين يعرفون أن التغير المناخي يحدث وهم مصرون على الحفاظ على الالتزامات التي قدمناها في باريس. لا أحد منا ينسى تلك اللحظة في لوبرجي في فرنسا عندما قام وزير الخارجية السابق سيغولين وعدد منكم برئاسة لوران فابيوس الذي جمع وضع أكبر اتفاقية مناخية تم التفاوض عليها، وكانت استغرقت عدة عقود من أجل تنفيذها، وكانت نتاج عمل رائع للدبلوماسية على أساس المبادئ، وكذلك كانت على أساس فهم متشارك بأننا
جميعا في هذا القارب سوية، وعندما غادرنا باريس لم يرتح أي منا. عوضا عن ذلك توحد العالم وقام بدون كلل للعمل على تنفيذ الاتفاقية بصورة دائمة، وتخطى عتبة 55 دولة تمثل 55% من الانبعاثات العالمية، أسرع بكثير مما توقعوا حتى الأكثر تفاؤلاً بيننا. وفي إعلان قوي للعالم على الالتزام بهذا الالتزام، وفي أقل من عام 109 دول تمثل أكثر من 75% من الانبعاثات العالمية التزمت رسمياً باتخاذ أعمال حاسمة وجريئة، ونحن نعتزم أن نؤكد على هذا الالتزام وأن نلتزم بمراكش. والآن لدينا أساس على أساس الأهداف المناخية الوطنية، 109 دولة كل واحدة منها وضعت خطة خاصة بها، وكل واحد منا وضع أهدافا بناء على قدراته وظروفه الخاصة. هذه الاتفاقية هي في الواقع جوهر المسؤوليات المشتركة والمختلفة، وهي توفر الدعم الدول التي تحتاج إلى مساعدة في تلبية أهدافها، ولا تترك أي دولة لمواجهة عاصفة التغير المناخي لوحدها، وتستخدم مجموعة من الأدوات لمساعدة الدول النامية على الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والعلم لتنفيذ المهمة، وتدعم أكثر الدول ضعفاً حتى تتمكن من التكيف مع الآثار المناخية التي تواجهها كثير من هذه الدول حتى الآن. وأخيراً تمكننا أيضاً من رفع مستوى طموحنا على مر الزمن مع تطور التكنولوجيا، وكذلك سعر الطاقة النظيفة وتدني أسعار الطاقة النظيفة. هذا هو أمر هام جدا. الاتفاقية تطلب من جميع الأطراف إعادة دراسة تعهداتها الوطنية كل 5 سنوات لنتأكد أننا نواكب التكنولوجيا وتسريع التحول العالمي إلى اقتصاد الطاقة النظيفة. هذه العملية هي حجر زاوية اتفاقيتنا وتعطينا إطارا مبني لكي يديم، وتساعد أيضا على بناء اقتصاد لم يكن موجودا من قبل. ولكني أريد أن أقول لكم أن التقدم الذي حققناه هذا العام يتخطى باريس بأشواط. في أوائل أكتوبر المنظمة العالمية للطيران المدني وضعت هدفا على مستوى القطاع لتحقيق عدم نمو في انبعاثات الكربون. ولماذا هذا كان مهما؟ لأن اتفاقية باريس لم تغطي المنظمة، والطيران لو كانت هذه المنظمة دولة لكانت في مقدمة الدول المسببة في الانبعاثات في العالم. قبل بضعة أسابيع سررت بزيارة كيغالي رواندا عندما اجتمع ممثلون عن نحو 200 دولة للتخلص من استخدام وإنتاج الهيدروفلوروكربونات، والتي يتوقع أن تزيد بصورة كبيرة، والخطر طبعا يتضاعف ويكون أخطر بكثير من ثاني كربون أكسيد الكربون. هذه الاتفاقية ستساعد على تفادي ارتفاع حرارة الأرض بنصف درجة مئوية مع نهاية هذا القرن، وفي نفس الوقت سوف تفتح الفرص لمزيد من الفرص في عدة صناعات. جميع هذه الخطوات ستساعد على تحريك العقارب في الاتجاه الذي نريده، ولسبب كبير، ذلك لأن القادة العالم استيقظوا لهذا التحدي، وبدأ العالم يتحول الآن نحو الطاقة النظيفة. على مدى العقد الماضي توسعت سوق الطاقة المتجددة أكثر من 6 أضعاف. في العام الماضي وصل الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى أعلى مستوياته، 350 مليار دولار، ولكن هذا يخبرنا نصف القصة. معدل هذا المبلغ
هو أول مرة تمكننا فيها من رؤية أموال أكبر تصرف على هذا من النفط الحجري، ولأول مرة يتم تركيب اللوائح الشمسية، ولأول مرة أيضا في العصر الصناعي. بالرغم من تدني أسعار النفط والفحم والغاز من أي وقت مضى، تنفق معظم أموال العالم الآن على تكنولوجيا الطاقة المتجددة أكثر منها على محطات الفحم الحجري. وقد مثل كثير منكم لقد رأيت هذا التحول يجري في بلدي، ولهذا أنا واثق من المستقبل على الرغم من أي سياسة يتم انتخابها. لقد التقيت بقادة ومبتكرين في جميع الصناعات، وأنا متحمس للمسار الذي يسيرون عليه. لقد زاد توليد الطاقة من الهواء 3 أضعاف، وتوليد الطاقة الشمسية زاد 30 مرة، وهذا بإمكاني أن أقول لكم بثقة أن الولايات المتحدة الآن واليوم هي في طريقها لتلبية جميع الأهداف العالمية التي وضعناها. ولأن بسبب هذه القرارات التي يتخذها السوق، لا أعتقد أنه سيتم عكس ذلك. الكثير من هذا يعود لرئاسة الرئيس أوباما والكونغرس وتحدثهم بصورة تتخطى الاختلافات الحزبية في قضايا تتعلق بخفض الضرائب على الطاقة المتجددة، وكذلك استهداف الاستثمار من جانب القطاع الخاص. والآن هنالك قوى في السوق هي من تتولى قيادة هذا القطاع، وهذا ما اتفقنا عليه في باريس. لم يظن أحد مننا أنه كان سيتم تنفيذ ذلك. ما عرفناه أننا نرسل رسالة هامة إلى القطاع الخاص، وكما قلت لكم معظم رجال الأعمال الآن يفهمون أن الاستثمار في الطاقة النظيفة هو قرار اقتصادي جيد. بإمكانك أن تجني الأرباح وأن تقوم بأداء عمل جيد في نفس الوقت. وبصورة هامة، فإن هذا الازدهار في الطاقة لا يقتصر على الدول الصناعية. في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وبرازيل استثمرت أكثر في الطاقات المتجددة العام الماضي من الدول المتقدمة، والصين لوحدها استثمرت أكثر من 100 مليار دولار. وهذا يتوقع أن تصبح هذه السوق سوق بمليارات الدولارات، ولا يمكن لأي دولة أن تقوم بعمل جيد إذا ما وقفت على الحياد وقامت بتقييد الأعمال الجديدة من الاستفادة من التكنولوجيا النظيفة. نحن الآن في خضم ثورة في الطاقة المتجددة، والآن في كثير من الأماكن أصبح سعر الطاقة النظيفة يساوي سعر النفط الحجري. وإذا قمنا بالخيارات الصحيحة، فإن هنالك الملايين الإضافيين من الناس الذين سيتم خلق الوظائف لهم. لذا هنالك أشياء كثيرة تحسن، والآن المنحنى الآن يخدم الاستدامة، والسوق تتوجه نحو الطاقة النظيفة، وسيصبح ذلك أكثر أهمية. بالنسبة لنا لمن عمل على هذا التحدي لعدة عقود، هذه هي نقطة تحول بالفعل، هي مدعاة للتفاؤل. ومع ذلك، بالرغم من ما راه في دول مختلفة فيما يتعلق بالسياسة والتغير، وبدون أي لبس، السؤال الآن هو ليس ما إذا كنا سوف نتحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة. لقد بدأنا بالفعل بالقيام بذلك. السؤال الآن هو ما إذا كنا
ستكون لدينا الإرادة لتنفيذ هذه المهمة؟ هذا هو السؤال الآن، وسواء كنا سنقوم بهذا التحول في الوقت المناسب لكي نتمكن من العمل بما نريد أن نقوم لتفادي النتائج الكوارثية. بإمكانكم أن تفهموا أنني إنسان واقعي. الوقت ليس في صالحنا. العالم يتغير بصورة كبيرة ومرعبة وبنتائج مرعبة أيضا. آخر مرة استضاف فيها المغرب هذا المؤتمر كان في العام 2001، وفي خلال هذه الفترة كانت الحرارة في أعلى مستوياتها في العالم في التاريخ، وهذا العام ستكون الحرارة أعلى معدلات حرارة على الإطلاق، وهذا سيجعل هذا العقد أكثر الحرارة أكثر ارتفاعا من أي وقت مضى، وهذا كان كذلك أعلى من العقد الماضي. وفي وقت ما حتى الناس الذين يشككون بصورة كبيرة عليهم أن يدركوا أن شيئا ما مقلق يحدث. نرى كل هذه الأمور تجري في جميع أنحاء العالم. العواصف التي كانت تحدث من فترة لفترة أصبحت الآن أمرا اعتياديا، والآن 20 مليون شخص نزحوا بسبب عوامل الطقس المتطرفة. هذا لم نره في العقد الماضي. وفي هنالك كذلك جزر مثل فيجي اضطرت إلى اتخاذ إجراءات دائمة، والناس لا يمكن بإمكان الناس العودة إلى منازلهم، وهنالك الكثير الذين يعرفون أنه مجرد وقت عندما تبدأ المحيطات أيضا بتغطية الأرض. أعرف أن هذا كثير من الصعب استيعابه، ولهذا السبب وجدت أنه أفضل طريقة لفهم هذا الأمر ولكي نرى أين يدفع الناس ويفكرون في اتجاهات جديدة هو أن أطلع بأم عيني على ما يجري. ولهذا السبب هذا الصيف زرت مجلدة جيكوب هافن في غرينلاند، وصف لي العلماء الخطوط التي كانت تدل على تراجع المجلدات، والتي تراجعت في السنوات 15 الماضية مما قامت به في القرن الماضي على الإطلاق. وكنت سافرت أيضا على متن سفينة في القطب الجنوبي، ورأيت قطعة جليد انكسرت وهي تأتي من غرينلاند، وهذا يؤدي إلى زيادة معدلات نسبة المياه في المحيطات. منذ التسعينيات فإن معدل هذا الذوبان قد تضاعف بثلاثة مرات. كل يوم تزيد كمية المياه التي تصل إلى المحيطات، والتدفق الذي يأتي من المجلدات في سنة واحدة يساوي ما يكفي من المياه لإرواء مدينة نيويورك لعقدين من الزمن. ولكن الخبراء في غرينفيلد وفي أي مكان وحذروا دائما وحذروني هذا الصيف. علينا أن نفهم، إذا أردتم أن تفهموا ما هو طبيعة هذا الخطر عليكم أن تذهبوا إلى المحيط إلى القطب الجنوبي. لنصف قرن كان العلماء يفكرون أن هذه المجلدات سوف تهدد حياتنا، وعندما تذوب في المياه مياه البحر بإمكانها أن ترفع من مستويات المحيطات لأربعة أو خمسة أمتار. ووصف لي العلماء كيف أن الضغط الجليد يدفع على المحيطات وعلى الأرض أيضا واليابسة، وهذا يسمح بمياه البحر الدافئة بأن تدخل تحت المجلدات وتسرع من عملية الذوبان وتعزز استقرار المجلدات. في كذلك في أماكن أخرى في عمق ثلاثة أمتار،
وإذا ما ذاب كل هذا الجليد بسبب عدم مسؤوليتنا وتحملها تجاه تغير المناخ، فإن مستويات المياه سوف ترتفع ب 100 إلى 200 قدم. ولهذا السبب سافرت إلى القطب الجنوبي للالتقاء بعلمائنا لأفهم بصورة أفضل، لأفهم ما يجري، وقمت بالتحليق فوقها واطلعت على قطع الجليد هناك وتحدثت مع العلماء في المقدمة وفي الجبهات. هؤلاء هم الشخص الذين يقومون بحكم علمي ويقومون بأبحاث علمية جادة، وأوضحوا أنه كلما عرفوا أكثر كلما زاد معدل خوفهم من النتيجة. عالم من نيوزيلندا قال لي، حذر أن بعض العتبات التي إذا ما تخطيناها لا يمكن عكسها. بعبارات أخرى، لا يمكننا أن ننتظر الكثير لترجمة العلم الذي هو متاح إلينا اليوم إلى سياسات ضرورية لمعالجة هذا الخطر. هؤلاء العلماء حثوني على تذكير حكومتي وحكومات حول العالم وكل من هو موجود هنا بأن ما نقوم به الآن اليوم مهم، لأنه إذا لم نقم بعمل كاف وبسرعة فإن الضرر الذي سنحدثه سيتطلب عقود لمعالجته إذا كان ذلك بالممكن. أريد أن أؤكد اليوم لا نحصل نحن على فرصة ثانية، العواقب ستكون غير عكسية، وإذا خسرنا هذه اللحظة للقيام بعمل لن تكون هنالك أي كلمة بعد عقود ستعيد هذه الجبال الجلدية إلى ما كانت عليه. لا يوجد عصا سحري في أي عاصمة في العالم لإعادة ملء البحار مرة أخرى، وبالتالي لن نتمكن أيضا من الحيلولة دون قدوم الأمواج المتنامية على شواطئنا. لذا علينا أن نعمل، وعلينا أن نعمل بالطريقة الصحيحة الآن. قال لي العلماء في القطب الجنوبي أنهم لا يزالون يحاولون أن يفهموا مدى سرعة هذا التحول، ولكنهم يعرفون بالتأكيد أن هذا يحدث، ويحدث بصورة أسرع مما كنا نفكر فيها. أن ناقوس الخطر يجب أن يدق في كل مكان، وكما قال لي عالم جيولوجي أمريكي اسمه جونسون، قال لي أن الفترة الحقبة المأساوية قد تقع الآن. ولهذا السبب فإن السياسة العامة تتطلب منا اتخاذ إجراءات احتياطية الآن. ومع ذلك وبالرغم من التغيرات الحقيقية على الأرض والخطر قدوم المزيد منها، من الضروري أن نذكر أنفسنا بأننا لسنا في مسار محكوما عليه مسبقا نحو الكارثة. هذا ليس مكتوبا في النجوم، هذا يتعلق بخيارات، خيارات لا تزال قائمة أمامنا، وهذا هو اختبار لإرادتنا ليس قدرتنا. وبالطبع ضمن قدرتنا أن نضع هذا الكوكب على مسار أفضل، وأن نحاسب أنفسنا أمام الحقيقة وأمام الوقائع، ليس الرأي، أمام العلم ليس النظريات، والتي لم يتم إثباتها وقد لا يكون بالإمكان إثباتها. وبالطبع لا يمكننا أيضا أن نفكر في الشعارات السياسية. بالرغم من جميع التقدم الذي نقوم به بهذا المعدل لن نتمكن من تلبية أو تحقيق أهدافنا. قلت ذلك في وقت مبكر، كنا نعرف في باريس أن ما نحاول أن نقومه هو أن نبدأ على هذا الطريق، ولكننا نعرف أننا لن نصل إلى مبتغانا. نعم نعرف أن الطاقة المتجددة قد زادت وهذا هو تقدم، ولكن البنية الطاقة، بنية الطاقة القائمة ف
بهذا السبب فإن الطاقة المتجددة أنتجت 10% من الطاقة اللازمة على مستوى العالم، وهذا ليس كاف لتحقيق أهدافنا. وإذا تمكننا من استيعاب النتائج السلبية لتغير المناخ، قد نتمكن من تخفيف سرعة هذا التغير. علينا أيضا أن نصل إلى نقطة تكون فيها الطاقة تتولد من الطاقة النظيفة، وبالطبع فإن الخبراء يقولون أنه في منتصف هذا القرن يجب أن نحقق ذلك، وقد قلت عدة مرات وأقولها مرة أخرى اليوم، هذا لا يعود إلى الحكومات لوحدها أو حتى من حيث المبدأ أنها هي من سيقوم بمعالجة هذا التحدي. القطاع الخاص هو أهم لاعب، ونحن نرى الآن حلولا حقيقية تأتي من العلماء والأكاديميين ورجال الأعمال والمبتكرين الذين يعملون على هذا الأمر لعدة سنوات، وهم من سيترأس هذا التقدم التكنولوجي لتوليد الطاقة في عالمنا. ولكن عليكم ألا تخطئوا بأن تظنوا أن قيادة الحكومات ليست ضرورية، ولأن اليوم هو آخر فرصة لي لأي أتحدث إليكم كوزير للخارجية. أريد أن أخذ لحظة لأؤكد على الأشياء التي بإمكان قادة الحكومات أن يقوموا بها، وعلى الأقل قادة 200 دولة الممثلة هنا. نحن نعرف أننا لم نأتي إلى هنا لكي نحتفي بإنجازات باريس، نحن جئنا هنا لنتقدم إلى الأمام وأن ندرك أن الإسهامات التي قدمناها حتى الآن لم تكن يكن من المفروض أن تكون هي السقف، هي مجرد الأساس الذي سنبني عليه. وما لم تقم دولنا بزيادة طموحاتها ووضع ضغط مستمر على بعضنا البعض للتصرف بحكمة، فسنواجه مشاكل وصعوبات في تلبية احتياجات التخفيف عوضا عن حتى تقليل الحرارة على مستوى العالمي. وإذا لم نتمكن من ذلك فإنها ستكون لحظة صعبة في تاريخ العالم، بأننا نتزلزل عن المسؤولية أمام المستقبل. هذا ليس قصور على مستوى السياسة، ولكن على أساس أيضا هو سيكون فشل أخلاقي. وأعرف أننا لم نشترك في هذا الأمر لهذا السبب. نحن استلمنا هذا العالم كإرث من الأجيال القادمة، ولكنه أيضا دين ندين به للأجيال القادمة. أدرك أن التحديات التي تواجه عدد من الدول هي كبيرة بسبب تعداد سكانها واقتصاداتها النامية. هنالك الكثير من الفقراء، وهنالك ضرورة أيضا وإصرار على تحقيق الاستقرار، وبالطبع هي متخوفة من الاستقرار. نحن جميعا قلقون بهذا الشأن. الوصول إلى طاقة ذات الأسعار الغير مكلفة هو أمر ضروري، ولسوء الحظ إن الطاقة المتوفرة والأكثر إتاحة للناس هي الأرخص. ولكن علي أن أقول أن هذا الأمر ينطبق على المدى القصير، لكن على المدى الطويل فإن القصة مختلفة تماما. على المدى الطويل فإن الطاقة المبنية على أساس الكربون هي أكثر الاستثمارات كلفة، وهذا لأن الفاتورة النهائية لهذه الطاقة تتطلب أكثر من سعر النفط والفحم أو الغاز الطبيعي أو حتى بناء محطة توليد كهربائية. علينا أن ننظر في الفاتورة على جميع العواقب، وفي حالة الوقود الوسخ هذا يتوقع أن تكون التكاليف والنفقات ضعفي التكاليف الإضافية. هذا ما يجب علينا أن نقوم به اليوم. دعونا أن ننظر في خسارة المزارعين في منطقة ما بسبب عدم توفر المياه.
فكروا في فواتير المستشفيات لعلاج الأزمة والكثير من الأمراض المتسببة عن التلوث بسبب استخدام الوقود الحجري. في العام 2003 كانت هناك دراسة وجدت أن 6 ملايين شخص في الصين لديهم رئتين متفحمتين بسبب عملية. عزيزي اللورد روتشيلد، يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرت. إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل أقصى جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر. وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح. المخلص آرثر جونز باور. اليوم يتنفس الصبح أنسام العائدين على أجنحة الحنين. اليوم يسترجع المكان ذاكرة حميمة، يستأنس بالوجوه الحنونة بوقع خطاهم في الأروقة العتيقة، وتتهافت الأمكنة شوقاً لأحبابها. اليوم يعود كل شيء لأصله كما ينبغي له، ويحتفي العابدون بزهرة المدائن. اليوم تفتح أبواب السماء، تتوضأ الوجوه بأطهر ثرى. ذلك انتحار، وذلك ما سيجعلنا نخسر هذه المعركة. الشعوب في العالم كلهم يسعون إلى إنجاح هذا المشروع، وخاصة القطاع الخاص. القطاع الخاص تقبل الإشارات التي قدمناها، لكنه يطالب بإشارات أكثر قوة حتى يستطيع أن يستثمر في مصادر الطاقة النظيفة. ومن أكبر الإشارات وأقواها التي يمكن أن نوجهها هو التنقل نحو من الواضح أن هذه ليست فكرة جديدة، كثيرون وصلوا إلى هذا الاستنتاج، وقد تضاعف 3 مرات. والمستثمرون كانوا مفاجئين ويعملون معا لكي
يدعم زيادة أسعار الكربون حتى ينخفض استخدامه. وشركات النقل مثل بريتش ايرويز وسيمكس وغيرها والمؤسسات المالية مثل دويتش بانك وسويسري وشركات الاستهلاك أيضا مثل أيكيا، هذه الشركات جميعها تعتقد أن زيادة أسعار الكربون والحد من الكربون هو الذي سيساهم في حل المشكلة، إن ذلك سوف يساعد السوق بأن يقوم باتخاذ قرارات حرة بعيدا عن الحكومة لكي يساهموا في تخفيض استخدام الكربون، وقد لقي ذلك دعما من اقتصاديين في الولايات المتحدة وخارجها، ومع دعم الحكومة للابتكار والإبداع هي أدوات ضرورية للتحول إلى الطاقة النظيفة بأسرع بأكبر سرعة ممكنة. ربما أحيانا قبل أن نرى ذلك ينبغي أن نطور سوق الكربون ونضع أولويات. هناك أدوات كثيرة أمام العالم ليستخدمها، وهذا المؤتمر كوب هو أداة، وقد أصبح أكثر من مجرد اجتماع لمسؤولين حكوميين، إنه قمة سنوية يشارك فيها الدول من جميع أنحاء العالم لتأكيد التزامهم بالعمل على إيقاف ظاهرة تغير المناخ. وكم من الناس في كم بلدا ملتزمون بالعمل من أجل ذلك. وهنا وأنا أجول وأرى مراكش والأدوات ورجال الأعمال من الواضح أن لدينا القدرة على أن نوقف المفعول الأسوأ لتغير المناخ، لكن ينبغي أن نسأل هل لدينا الإرادة الجماعية، لأن نجاحنا لن يحدث بالصدفة، لن يحدث دون التزام مستمر ودون تعاون ودون تفكير إبداعي ودون ثقة المستثمرين والباعثين باعثي المشاريع المبتكرين. هؤلاء الذين في الحكم في جميع أنحاء العالم بما في ذلك بلدي، الذين قد يجدون أمام قرارات لاتخاذ المسارات المناسبة، أسألكم باسم مليارات الناس، لا تصدقوا تأخذوا كلمة مسلمة ولا توصيات هذا المؤتمر. أسألكم أن تروا بأنفسكم، هل تأكدوا بأنفسكم قبل أن تتخذوا قرارات؟ تفحصوا ما هو الذي جعل البابا ورؤساء الدول يريدون أن يتحملوا مسؤولية الاستجابة لهذا التهديد؟ تحدثوا إلى رجال الأعمال، إلى أكثر من 500 شركة كبرى المستعدة للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة للغد. ادرسوا ما ستكلفه لنا قلة الحركة وعدم اتخاذ القرارات المناسبة والاستثمار في الطاقة النظيفة. تحدثوا مع زعماء العسكريين حول مخاوفهم وحول تزايد التهديدات. اسألوا المزارعين والصيادين حول تأثير تغير المناخ في قدرتهم على أن يكسبوا حياتهم وينفقوا على أسرهم. استمعوا إلى القادة الصادقين وهم يتحدثون عن مستقبل شعوبهم. تحدثوا مع النشطين والمجتمع المدني، مجموعات عملت سنوات وسنوات
لرفع الوعي وللاستجابة لهذا التهديد. اسألوا الشباب حول مخاوفهم بسبب الانبعاثات، وفوق كل ذلك تحدثوا مع العلماء الذين سخروا حياتهم بأكملها لكي نفهم هذا التحدي، وينبغي أن ندق جرس الإنذار عاليا حتى نستجيب ونستفيق. لا أحد له الحق في أن يتخذ قرارا يؤثر وينعكس على مليارات الناس بناء على أفكار وبدون بحث دقيق وعن كثب. ينبغي أن نأخذ وقتنا لنفهم من الخبراء، وسوف يتوصل الجميع إلى استنتاج أنه ينبغي أن نعمل بكل قوة وسرعة من أجل إيقاف خطر وتهديد تغير المناخ. منذ أن انطلق هذا المؤتمر كوب حصلت انتخابات في بلدي، وأعرف أن البعض يشعرون بعدم الثقة في المستقبل، وأنا أفهم ذلك. ويمكن أن أقف هنا عن السياسات التي سيتبناها الرئيس المنتخب. الوقت الذي قضيته في السياسة، هناك مسائل كانت تبدو مختلفة عندما تكون رئيسا مسؤولا سياسيا وعندما قبل أن تكون كذلك. التغير المناخ لا ينبغي أن يكون مسألة شخصية ولا مسألة حزب ولا مسألة موقف. إن التهديد تغير المناخ هو يهدد الإنسانية بأجمعها، وليس مسألة مشكلة لقادة عسكريين، لأنه يزيد من فداحة النزاعات بين الأمم، وسوف نعاني من ارتفاع مستوى المحيطات. وكان هناك اليوم تقريرا حول عواقب تغير المناخ على الأمن القومي، بزيادة التوترات الاجتماعية وزيادة أسعار المواد الغذائية وتهديد صحة الناس. عمدة المدن في ميامي ونيويورك وغيرها أن هناك فيضانات في أيام مشمسة. هذه تغييرات وأوضاع غير عادية وغير مألوفة، وهي تعكس خطورة هذا التغير، تغير المناخ. وهناك التزام من الجميع من صناعيين للحد من انبعاثات غاز الكربون. العلماء يعملون ومتفقون على أن تغير المناخ واقع ملموس، وأن الإنسانية هي التي تتسبب في ذلك، وأن مفعوله وانعكاسه سيكون كارثيا على البشرية وعلى كوكب الأرض، وينبغي أن نحد منه. هل سنكون في مستوى هذه اللحظة؟ إنه اختبار كبير، ربما كان أكبر اختبار يحتاج الشجاعة، وكل أمة ينبغي أن تنجح في هذا الاختبار. والأمم التي ستتقدم وتستجيب لهذا التحدي وتكون في مستوى الاختبار هي التي ستكون لها الزعامة، ذلك مؤكد. بالإضافة، أكثر من حبه لمراكش، وينستون تشرشل كان يعبر عن نفسه: ليس كافيا أن نفعل أفضل ما لدينا، يقول علينا أن نفعل ما ينبغي القيام به. ونحن نعرف ما هو مطلوب منا اليوم، ومع كل الأدلة والأدلة العلمية والمنطق، إن كان هناك أحد يمكنه أن يجادل، فينبغي أن نواصل هذا النضال.
وأن نسرع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وأن نحاسب بعضنا البعض على الاختيارات التي نقوم بها. في وقت سابق من هذا العام في يوم الأرض مثلت الرئيس أوباما، وقد كان يوما خاصا جدا لأن ابنتي تعيش في نيويورك انضمت إلي في الأمم المتحدة. وفي ذلك الصباح كنت أفكر في التاريخ الذي أوصلنا إلى ذلك اليوم في 70، عندما انضممت إلى ملايين الأمريكيين حول التحديات البيئية وحول أول مؤتمر للبيئة للأمم المتحدة في ريو. وفكرت في أننا كنا نشعر بأن أمر عاجل أن نعالج تلك الأمور. ثم بعد ذلك في ديسمبر 2008 في لوبورجي أننا وجدنا الطريق إلى الأمام. لكن كما أنا ألعب مع حفيدتي قبل أن أوقع الاتفاق، لم أفكر في الماضي ولكنني فكرت في المستقبل، مستقبلها وهي عمرها 2 وأطفال العالم. أخذتها وحملتها معي إلى المنبر، أردت أن أتقاسم ذلك معها، لن أنسى ذلك. لكن لمفاجأتي الناس استجابوا لحضورها، ومنذ ذلك الحين الكثيرون قالوا لي قيمة تلك الرسالة وتأثيرها، وقد فكروا في أطفالهم وأحفادهم وفي المستقبل، وقد ذكرناهم بالرهانات. السيدات والسادة، هنا في مراكش في الساعة القادمة دعونا نوضح للعالم أننا سوف نتذكر الرهانات ونقف صح بحزم لتطبيق ما اتفقنا عليه في باريس ونضاعف جهودنا. لنقل إن عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ أننا نلتزم ليس فقط بالقيام بأفضل ما لدينا، لكن كما قال وينستون تشرشل سنفعل ما ينبغي القيام به. أنا أتطلع إلى العمل معكم في هذا المجال أي عدد من السنوات سيكون لي الحظ في العمل معكم. شكرا لكم.